Arumaze madrasa za hatu wanatu na someswa mtume sallallahu alayhi wa sallam wajue mtume wajeze tabia za mtume rijwa ukana nsinjema rijwa ukana nsia irumbi rikena nsia mahaba rikena nsia utulivu ekawa na hatu waleleshe ha utulivu na kabati utulivu kabati banu wajwa hunda utulivu ila nusoni mwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nyezi mguna riruzuku tarbia ya mtume ya lela Hatari jeri wa sulibanu rimebanu Sena mzimabanu wambo La ilaha illa Allahu Muhammadun Rasulullah Yezi mwaja ileri hakikishe Ye tafsiri ya he la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah Allah Allah Wanahatu biakiba Wanahatu ndelegashi Wanahatu ndedhahabu Wanahatu ndemaindeleyo Wanahatu denana mnayontipia Do wanahatu ekanga sinawana Yawo waktuku njema shaikanga sina gashi na dhahabu karitsina wana yabwe dhahabu hiyo negashio gazi jonja shonga zinje hakamu haukaka zinaundo anruwazi swarifu hatwa bia njema na mwendo mwendo akulu kauli hadha wa astaghfirullah alazima li walakum wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa shukran العطر الأول من المولد النبوي الشريف مع الأستاذ عبد الوحيد عيدروس سيد أحمد مولان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا صلى الله عليه مستديرا فيض البركات على من لو وأولى اللهم صل وسلم عليه بحمل موارده سائغة هنية صلى الله عليه تتأمن شكر الجميل متايا اللهم صل وسلم عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المتنقل في الغرر الكريمة والجبال اللهم صل وسلم عليه وأسمح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه اللهم صل وسلم عليه ويستجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه حفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطأ اللهم صل وسلم عليه وأشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه عظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا اللهم صل وسلم عليه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر اللهم قدره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم العطر الثاني من المولد النبوي الشريف مع الأستاذ علي سيد مراسوها صلى الله
صلى اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وبعد فأقول هو سيد محمد صلى الله بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدة خصانه سنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لأولياءه اللهم صل وسلم عليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصية صلى الله عليه إلى أن ناده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى صلي وسلم عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مره بن كاب بن نوي بن خالب بن فهر واسمه قريش واليه تنسب البتول رشيا صلى الله عليه وما كثير وارتضى اللهم صل وسلم عليه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمي ذكر الله تعالى ولبى اللهم صل وسلم عليه ابن مضارب بن نسار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية صلى الله عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشار وأبى اللهم صل وسلم عليه عدنان بلا ريب عند ذوي العلوم من نسبيه
صلى الله عليه إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه اللهم صل وسلم عليه عظم به من عقد تعلقت كواكبه الدرية صلى الله عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى اللهم صل وسلم عليه نسب تحسب العلا بعلاه قلدتها نجمها الجوزاء صلى الله عليه فبدأ قدس دد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء اللهم صل وسلم عليه واكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية صلى الله عليه أوردنا الزين العراقي وارده في مورد الهني واروى اللهم صل وسلم عليه آباه الأمجاد سونا الاسم تركوا الصفا فلم يسبهم أره من آدم وإلى أبيه وأمي سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية صلى الله عليه وبدر بدره في جبين جد المطلب وابنه عبد الله عبد اللهم قدره الكريم بعرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه العطر الثالث من المولد النبوي الشريف مع الأستاذ سام الدين محمود محمود أشرف خير من يمشي على دمي اللهم صل وسلم وبارك بارك عليه صلى الله عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه اللهم صل وسلم عليه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية صلى الله عليه وغصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى اللهم صل وسلم عليه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية صلى الله عليه وصبا كل صب لحبوب نسيم سبا اللهم صل وسلم عليه
وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا صلى الله عليه وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا اللهم صل وسلم عليه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه وأرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه اللهم صل وسلم عليه وتباشرت وحوش المشارق والمخارب ودوابها البحرية صلى الله عليه واحتست العوالم من السرور كأس حميا اللهم صل وسلم عليه وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية صلى الله عليه ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنيتا اللهم صل وسلم عليه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسمه إذا وضعته محمد لأنه ستحمد عقب عطر الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه العطر القيام مع الأستاذ عبد الرحمن السيد مصطفى صلوا على من جاءنا بالبينة المصطفى خير الأنام شفيعنا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ولما تم من حمله شهران على عبد الله اللهم صل وسلم عليه وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيه بشرا سقيما قالوا نسقمه
وشكوى اللهم صل وسلم عليه. ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمريا صلى الله عليه وآل للزمان أن ينجلي عنه صدى اللهم صل وسلم عليه. أمر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلا له سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلم عليك يا رسول سلم عليك يا حبيب سلم عليك الله الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا الله الله قدت يا وجه سروري أنت شمس وأنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي الله الله أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا رسول الله جئنا لزيارة القاصدين منك نرتج شفاعة الله الله عند ربي العالمين ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم
ووباء وتوالت بشرى الهواتف أنجد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية الله عليه فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. كلمة باللغة الفرنسية مع الأمين العام لوزارة الصحة عبد الله محمد سنان. أمطيزري باسات كنوشي مغازا أمطيزري باسات كنوشي مغازا Harino samata za tihini haujanza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Excellence, Madame Loubiakout Zaidou, ministre de la Santé, qui assure à l'instant l'intérim de son Excellence le Président de la République. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée des Nuniaux des Comores, Madame et Messieurs les Gouverneurs, simultanément de l'île autonome d'Anjouan et de la Grande Comore, Monsieur le Ministre Premier, Monsieur le Ministre en charge, l'obligation l'oblige, à charge des affaires islamiques et les membres du gouvernement, Monsieur le chargé à la défense, mon général, éminence, le grand mufti, même s'il n'est pas là, le grand cadi, il est là, excusez-moi. Mesdames et messieurs, éminence le grand mufti, le grand cadi, mesdames et messieurs les ambassadeurs accrédités à l'Union des Comores, les chefs religieux, coutumiers et notables, honorable assistance en vos rangs et qualités et tout protocole respecté. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est pour moi un grand plaisir et une immense fierté, et non de moindre, de me tenir sur cette tribune somptueuse et hautement symbolique de notre nation pour faire cette allocution en cette soirée de la célébration mémorable de la naissance de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Honorable assistance, le louange est Allah, le créateur du monde. C'est lui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et qui ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah et il est celui qui attend et qui voit quoi que nous puissions imaginer. Dieu en est différent. Que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté soient accordées à notre maître Muhammad
à la mine, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Honorable assistance, à l'instant des peuples de l'Oumma islamique, nous voici comme chaque année à pareille date réunis sur cette place symbolique pour célébrer dans la ferveur et la fierté le Maulid al-Nabawi al-Sharif, la naissance de notre noble prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Permettez-moi à cette occasion d'exprimer au nom du président de la République les chaleureuses félicitations du gouvernement et ses voeux les plus sincères de bonne santé, de bonheur, de réussite pour vous toutes et tous, vos familles respectives et vos proches. J'adresse également au peuple frère de la Oumma arabe et islamique nos meilleurs voeux pour l'unité et la réalisation de leur aspiration au progrès et au développement dans la paix, la stabilité et la prospérité. J'implore également Allah, le Très-Haut, de nous renouveler cette occasion bénie dans la quiétude et le bien-être. Honorable assistance, la célébration de la naissance de notre prophète, paix et salut soient sur lui, nous offre chaque année l'opportunité de commémorer la révélation divine et l'avènement de notre religion sacrée, l'islam. Cette célébration est une belle occasion annuelle pour la Oumma islamique et ses dirigeants de mettre en lumière la vie exemplaire du grand guide de l'humanité et de promouvoir la paix et la sécurité dans la fraternité humaine, la considération et le respect de l'autre. Ainsi, cet heureux anniversaire permet de rappeler à tous les peuples que l'islam, religion de paix et de tolérance, ne saurait légitimer l'extrémisme, les crimes et les actes barbares et lâches qui n'ont rien à voir avec les enseignements de notre noble messager, paix et salut sur lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran, honoré Sourate At-Tawba, verset 128, ceci: il vous est parvenu un messager ici d'entre vous qui craint pour vous que vous ne commettiez ce qui fait mériter le châtiment, qui s'attache avec ferveur à ce que vous avez la foi, qui fait preuve d'une immense compassion et qui est miséricordieux envers les croyants. Allah Ta'ala dit dans Sourate Yunus, verset 58 encore, ceci: dit par la grâce de Allah, l'islam, et par la miséricorde, le Coran, par cela qu'il réjouisse, c'est mieux que les biens du bas monde. Quelle meilleure réjouissance que celle de la naissance d'Aboul Qasim, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a honoré par rapport à toutes les créatures au point qu'elles soient apparues lors de sa naissance des signes qui indiquent l'éminence de ses bénédictions. Honorable assistance, l'islam dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager a façonné notre pensée, nos us et coutumes, et profondément influencé la vie du Comorien. Ainsi, il est que normal que cette célébration ait toute sa place dans nos traditions et puisse rester un événement annuel et l'occasion de magnifier l'islam ouvert et tolérant que nous avons hérité de nos aïeux. Notre noble prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, nous a légué une religion de tolérance, de modernité et de vivre ensemble. Il est utile de le rappeler quand nous voyons combien le monde musulman est aujourd'hui en proie à des calamités et victime du terrorisme, en partie en raison de la multiplicité de l'exagération et de l'extrémisme qui n'ont rien à voir avec notre religion. Ainsi,
célébrer la naissance de notre prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, c'est dire aussi promouvoir le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. La naissance du prophète Muhammad a annoncé l'avènement d'une nouvelle ère, des modèles sociétals basés non pas sur les liens de sang, mais sur un modèle de communauté, de croyances et de convictions. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a instauré la constitution de Médine, proclamé l'égalité entre les croyants, arabes ou non arabes, libres ou esclaves, libéré l'intellect, déraciné la haine et instauré l'Oumma islamique. Le peuple comorien fait partie de cette Oumma, terme coranique désignant l'ensemble des groupes humains qui choisissent consciemment un chemin précis à parcourir pour arriver à un but commun. Nous devons alors nous inspirer de l'enseignement de la pensée créatrice et de l'esprit logique de Muhammad, inspiré par Allah, pour apporter les changements social, moral et économique dont le pays a tant besoin. Honorable assistance, cette célébration a lieu alors que Son Excellence le Président Azali Assoumani assure la présidence en exercice de l'Union africaine, dans une conjoncture particulièrement délicate pour l'ensemble du monde. En effet, le Président de la République a voulu, en assurant cette lourde mais exaltante charge, traduire sa volonté d'apporter la contribution de l'Union des Comores à l'offre commune de raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les États d'Afrique. Je vous exhorte enfin à cette occasion de joindre vos prières aux nôtres pour que le leitmotiv de Son Excellence le Président Azali Assoumani, à savoir l'unité nationale ainsi que son attachement au progrès, à l'émergence de notre pays, soit couronné de succès. En ambitionnant d'inscrire notre pays parmi les pays émergents à l'horizon 2030, le Président Azali Assoumani fait rien d'autre que poursuivre l'ambition de l'islam, qui, dans sa progression à travers les siècles et les continents, a laissé à l'humanité une civilisation, une culture suprême et un mieux-être à l'humanité. C'est pourquoi, en ce jour de fête musulmane, je voudrais terminer mon discours et en émettant le vœu que cette lumière nous guide dans la préservation de nos biens les plus précieux, c'est-à-dire la paix et la sécurité qui sont les préalables au développement et à l'émergence de notre pays. Bonne fête de Maolid à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. العطر الخامس من المولد النبوي الشريف مع وزير الدولة المكلف بشؤون العربية قاسم لطفي. صلوا على خير الأنام كرامة، صلوا على خير الأنام كرامة وجلالة يا معشر الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية. صلى الله عليه موميا بذلك الرفع إلى سدده وعلاه. اللهم صل وسلم عليه ومشيرا إلى رفعة قدره على السائر البرية. صلى الله عليه وأنه الحبيب الذي
حسن اتباعه وسجاياه. اللهم صل وسلم عليه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية. صلى الله عليه. فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور هناه. اللهم صل وسلم عليه. وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية. صلى الله عليه. ويشكر الله تعالى على من به على من به عليه وأعطاه. اللهم صل وسلم عليه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوعا صورة بيد القدرة الإلهية. صلى الله عليه. طيبا دهينا مكحولة بكل العناية عيناه. اللهم صل وسلم عليه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية. صلى الله عليه. وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شبي بالصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. العطر السادس من المولد النبوي الشريف مع السفير الدكتور محمد بجرافيل. عين العيون محمد باب الإله الأوحد. صلوا عليه ورددوا يا مسلمين فتسعدوا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية. صلى الله عليه. وأراد بتياع لحم أو لبن منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه. اللهم صل وسلم عليه. فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية. صلى الله عليه. فأسأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا. اللهم صل وسلم عليه. فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه. صلى الله عليه. فدرت فحلب وسقى كلا من القوم وأرواه. اللهم صل وسلم عليه. ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية. صلى الله عليه. فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه. اللهم صل وسلم عليه. قال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت تبض بقطرة لبنية. صلى الله عليه. فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه. اللهم صل وسلم عليه. فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل ألية. صلى الله عليه. بأن
إنه لو رآه لآمن به واتبعه ودانا. اللهم صل وسلم عليه. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية صلى الله عليه، وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرس شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الشمائل الأول مع الأستاذ زبد أبو بكر البشير. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، ذا ذات وصفات سنية صلى الله عليه، مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة، واسع العينين أكلهما، أهدب الأشفار قد منح الزججها جبال. اللهم صل وسلم عليه، مفلج الأسنان واسع الفم حسنة، واسع الجبين ذا جبهة هلالية صلى الله عليه، سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديداب حسن الإرنين أقنا. اللهم صل وسلم عليه، بعيد ما بين المنكبين، سبت الكفين رحم الكراديس، قليل لحم الأقب كث اللحية، عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية صلى الله عليه، بين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور وعلى. اللهم صل وسلم عليه، عرفه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية صلى الله عليه، يتكفع في مشيته كأنما ينخط من صبب ارتقى. اللهم صل وسلم عليه، وكان يصافح المصافح بيده الشريف، فيجد منا سائر اليوم رائحة عبهرية صلى الله عليه، ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسؤوله من بين الصبية. لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى. من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك. الشمائل الثاني من المولد النبوي الشريف مع الأستاذ كريم مولد.
وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخصف نعله ويرقى ثوبه ويحلم شأته ويسير في خدمة أهله بسيارة يحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدفع الفقر وإشواه. اللهم صل وسلم عليه. ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية. اللهم صل وسلم عليه. ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري صلى الله عليه. ويركب البعير والفرس والبغلة والحمار. اللهم صل وسلم عليه. ويرشب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية. قد صلى الله عليه. وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة الجمعية ويكرم أهل الفضل، ويمزح ولا يقول إلا حقا، ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى. بنا جواد المقال عن الطراد في الحلمة البيانية صلى الله عليه. وبلغ ضاغين الإملاء في فدافل الإيضاه منتهى. أطر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم على القصيدة مع مدرسة النور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خوارق يوم مولدك
وخمود نيران الفارس التي من ألف عام أفقدت لا تحمد وكذا السماوات الأولى حفظت به من كل شيطان كلمة الشكر مع الشيخ سليم عبد الرزاق. روضة الهادي نبينا تفرح قلب الحزينا أبشروا يا زائرينا بالشفاعة من محمد أبشروا يا زائرينا بالشفاعة من محمد حفن شيكاو كاو دوشاكاو هاندا ليا شولينو واني همي سابانو لي نمبشرني مرهبة هم دوشوزنكو ازاي قاو نتكفزهانيو مجم تكوزي حفلين نامين قام فكير كاسيدا ينو باسي او كايا او ساقانيها ريسي فمتومي حفراها زامبو هابو جوسينا مو القرآن بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وجابوا يو نا 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 بهذا الملك هم الشوشة شنبو الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم وذوك يا كباسي هيرو تقولتي نتوقفوا زه ريوازو زيديهم جوهم كل صلى الله عليه وسلم وجي بلا شك جوهم لنا فايدة سنجي مدوم لا هني ها يمكن نفتح دكاسين جيم من بفو نا مسؤولها سلامة بس لا تعبوا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتضرع من المولى عز وجل بالدعاء مع الخطيب حسن الحداد. سلوا على خير الورى هدي النبي الأنوار صلوا على خير الورى هدي النبي الأنوار من معجزات
اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا الله يا من إذا رفعت إليه يكف العبد كفا، يا الله يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية، يا الله أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا الله يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا الله يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا الله يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية، يا الله وارشد بفضله من استرشده واستهداه، يا الله نسألك اللهم بأنوارك القدسية، يا الله التي أزاحت من ظلمات الشك دجى، يا الله ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، يا الله ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى، يا الله وبآله كواكب أمن البرية، يا الله وسفينة السلامة والنجاة، يا الله وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية، يا الله الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، يا الله حملة شريعته أولي المناقب والخصوصية، يا الله الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، يا الله توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، آمين وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه، آمين وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، آمين وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، آمين وتكفينا كل مدلهمة وبلية، آمين تجعلنا ممن أهواه هوى، آمين وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنيا، آمين وتمحو عنا كل ذنب جنينا، آمين وتستر لكل منا عيبه عجزه وحصره وعيا، آمين وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذرا، آمين وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية، آمين برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى، آمين اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا، آمين لكل راج مواهبك اللدنية، آمين لنا ما منا رجونا، آمين اللهم آمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية، آمين وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجرا، آمين اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام
الإسلام آمنة رخيا آمين غيثا يعم السياب سيب سبسا وربا آمين واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية آمين عبدك جعفر من إلى البرزنج نسته المقربين مقيله وسكناه آمين واستر له عيبه وعجزه وحصره وإياه آمين وكاتبها وقاريها ومن أصاخ إليها سمعه وصاخ آمين اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحكيم آمين ما شنفت الآذان من وصف الدري بأقراط جوهرية حل الصدور المحافل المنيفة بعقود حلا وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين يا رب الذين أنعمت عليهم كارتوداو هارما إشوانزار شوري أهدليا لمولد مولديكا أو يابيري حنمنا جيما حنمنا يحاوى يوتوليف حوكايا أمرو أمين وكايا وإسلام وكمور وأمين وكايا محبة يحاو يهانزم تومي محمد صلى الله عليه وسلم نروها هيسي وكايا وأمين يدولة يوكايا أمرو سيكويكا أو يدولة ورينجي أو سيكوولو وجوا شركي على بتيما وامين وكيا ومو سيكيكاو بباساو وشركي بتيما صلى الله عليه لوتها جسما اور شكر Mbawaya ortesei kaori kabazima Watendelewa ne mbrika o Hakazomana ujumaure nesa Nade maanyasi pakti uwaswili Mohamed Damada nane makamani Watendelewa ni Mohamed Dada Uwaswili Sefdin Uwaswili Esdin Uwaswili Emazana wati pia ikao Wakashirikia na Pia emaulidi ikao ya kawendelea Harma shiwanza shawo uhuru Hausifu enabi watu mtuwa Muhammadu sallallahu wa sallam Abange sikarini mnatizani wakati mwiji Oliwa hanu Batukufi hanu Gamridungao Garimbeshe laoni marhaba Harme miji yoti pia yae komor Wanungawe televizyo ya taifa Haunuge maulidi Ranziwa lomi zitandani Walu harmaza kana pesa hao Waliwa harme malawe hao Haurinunga harme maulidi Darom wa mgu usinazim shidao Rizie vanu Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Garjona na biiznillahi al-karim Assalamu alaikum
الجاهلين.